يا سلام، السيارة مرة حلوة يا جدي، لازم أسوقها. يلا يلا ركبنا والشي جديد. يلا يلا ركبي، كمان ما تعالي يجي هون. يلا بسم الله. يلا يا جدي يلا شغل السيارة. شوفي يا جدي شغلت السيارة. يا ولد السيارة اشتغلت. ها من اللي شغلها؟ ما ادري يا اخوي، رح شوف. ما حد مشغلها يا اخوي، انت صح ولا انت يمكن ضغطت بالمفتاح مرتين واشتغلت؟ يا اخوي المفتاح ما هو معي، رح شوف يا اخوي. صادق انت وين مودي المفتاح؟ يا اخوي ما ادري، يمكن ليلى ما اخذته، رح شوف يا اخوي. كلنا نروح مو بس انا. الله مشينا. يا سلام، الحين لازم اسوق الجيب. بابا ايش فيك يا جدي؟ انا سواقه. مبسوطة صح؟ عندك فين مبسوطة صح؟ بابا شوف ليلى، شوف ليلى، شوف ليلى. والله انزل انزل بالسيارة، انزل بالسيارة بسرعة بسرعة. انا بس شغلت الجيب، بس سوقين امها انت. انزل 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 انزل. وخر وخر انزل، طف الجيب، طف الجيب، طف الجيب. هذه وهذه وش جابها؟ شيلها يا ولد بسرعة، شيلها. صح يا انت. انا بروح البقالة. ما ودي انسى بقالة بس ما تسوقين السيارة. تعال تعال لقيت، تعال المفتاح. تعال حتى لقيت المفتاح. تعال. يا ليلى لا تسوقين، ها السيارة خطيرة وانت صغيرة. توت لقيت المفتاح. شوف يا اخوي انزل انزل بالسيارة. الله يهديك يا ليلى، الله يهديك. سلميني وديته بقالة. انا كل يوم اقول لكم ودوني البقالة، ودوني البقالة، ما تودوني. خلاص يا ليلى بنوديك كل يوم بس لا تسوقين. وهو صادق يا ليلى، اسمع كلام اخوك الكبير ولا تسوقين ابد. متى اسوق طيب؟ اذا صار عمرك 18 ان شاء الله بتسوقين. خلاص انا اسفة اخذت المفتاح. وانا بوديك بعد شوي بقالة. تعالي تعالي وجاي. لازم انا ازعج اخواني في البيت، كيف ازعجهم كيف؟ لا انت ما تصلحين معايا، انت تزعجيني عشان هذي. لا لا انت ما تسمعين الحكي. ليش تبكي جيجي؟ لا تلعب 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 تلعب. ودي لو جينا حديقة خليها تلعب. طيب طيب يلا يلا. يمشي يمشي. ما شاء الله شوفي تضحك معك. إيه عارفة عارفة. يلا يلا خذيها وديها الحديقة. يلا تعالي جيجي يلا. يرتين وش فيها تصايح يا علي؟ ليلى أخذت منها اللعبة وصاحت. يلا يلا نلعب يا جيجي، نبغى نسجع عماد وعلي. يا ولد هذا ازعجتنا. يا ولد روح شوفها، روح شوفها. روح انت يا اخوي، لازم ازعجهم. يا ولد فقعت الدنيا، الله يهديها. تكفى روح لها. والله تكون طالع من الاشخاص انت. يا ولد روح لي قريبه من عندك. خلاص لا يا عماد قم حول الحلو اللي الشغل. يا ليلى قصري صوتك. لا لا هذا خلاهم يزعجونا كلهم، ليلى ولوجين. يا اخوي انا كنت الاحق ليلى ولوجين بكت. لوجين دايم حساس. ايه ايه وتحب ليلى. انت لا تذف يا لا تذف. خلاص يا ليلى خليك عاقلة وروحي ذاكري دروسك. ايوه يا ليلى اسمع كلام اخوك الكبير، روحي ذاكري يلا. يلا يلا برا. اسمع اللي قلت انا. اقول برا برا. يا الله يا ليلى وش هاللبس الوسخ؟ مرة مرة ما يصلح عليك. لا وش في يا عماد؟ أقولك مرة ما هو بحلو، مو بحلو. لا لبس حلو حق شتاء. يا شينها شكلي بطردها. إيه هلا هلا هلا. يا ليل يلا يلا خلي اللي بعد تمشي مش ما نطايقك اليوم، ما نطايقك. يلا برا. يلا يلا يا أخوي بسرعة. شفيكم أنتم شفيكم. يا أخوي ما نطايق هذا لبسه وصخة وحالة حال وخر. هبول أنتم هبول، تطرد أختك برازيل. يا ليل تعال ثاني. استهبل انت، استهبل. خلاص خلاص اجلس بس اجلس. يا اخوي ما بيجلس ما بيجلس، بطلعها انا. وش سويت يا عماد؟ اي وش سويت لك طيب؟ يلا يا اخي تطلع ماني طايق انا اليوم. وخر يا اخوي وخر تروح. انا اصبر اصبر اصبر. انا سويت هذا مو صاحي. خلني اطلعها برا اقول. شكله يمزح. تعال 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 تعال. هذا وش فيه؟ يلا يلا برا. اسمع اللي قلت انا. اقول برا برا.
هذا وش فيه شكله صادق بس بعد ما شوف ما راح اخليها تدخل البيت واخر ما عليك انت ادخل ادخل اليوم تسمع كلامي وايش اللي تسمع كلامك هذه اختك غصب عليك تحترمها احترمها ايش 24 ساعه تلعب الايباد اقول لا تتنمر على اختك هي سالفه الايباد ولا سالفه ثانيه اقول الايباد انا باخذه هيا علاوي هذا قصدي يبي ياخذ ايباد ويبيعه ايه ترك صادقه يا ليلى لا لا ماني بايع بس باخذ الايباد يا اخوي 24 ساعه تخيل اقول لا تقرب من عنده ولا اوريك الشغل طيب طيب خلاص علاوي الحين انا بروح اذاكر شاطره يا ليلى انا لازم اخذ الايباد خله لا تنسى لا تقول بلا فيه خله وش اللي تلعب فيه الحين بخلي ايبادي يشحن لخليه فل كل يوم العب فيه يا الله غرفتي حوسه يا الله الحين لازم ارتب غرفتي الحين عماد وش يسوي هو ليلى ايوه الحين يا زين النظافه زينه الحين شكل الايباد شحن خلني اروح العب فيه لازم اروح اشوف عماد وش يسوي سلام وش تسوي يا عماد جالس اخوي نظفت غرفتي وجالس اتعطر الحين بنزل تحت طيب وليلى والله ما ادري تعال انا مش معي ادور تعال هلا والله بالتكية 24 ساعة على الايباد جو المزعجين ذولي انت متى فكيت الايباد؟ ما عمرها فكتها ابد انت اشتغلكم انت ازعجتوني ايش رايك عن نسحبها منها؟ ليه تسحبونها مني انا جالس العب خلها شوي تلعب لا يا ولد صادق انت من امس وهي ماسكه الايباد يمكن عيونها توجعها ولا شيء كم لها تقريبا من امس الساعه 1:30 الصباح ما فكتها ابد ما فكتها مدمن العاب يا ولد خلنا ناخذ لو يصير فيها شيء ولا شيء كله منا والله انك صادق انتوا ايش تبون الحين خلوني معاني خلوني اتنفس اقول اسحبها منها هذه ادمنت والله انك صادق شينا لحظه خلوني العب ساعه واخذوه خلاص ساعه بس بعدين بناخذه ايه يا حول يا النشبه اخوي ساعة طويلة هذا الجوال يطفي تشحنه يطفي ملت يا ولد 24 ساعة على الجوال خلنا ناخذه لا يا اخوي هي قالت ساعة وخلنا جالسين ننتظرها هذا عماد هذا النشبني نشبه شوف يا ليلى انا الحين جوعان وتوني مخلص شغلي بروح اكل واذا رجعت باخذ منك الايباد وانا بعد مثلها يا ليلى طيب لو جاي تعالي يا علي صر على الايباد ليلى خلصت ولا باقي والله ما ادري عنها ليلى 24 ساعة في الايباد يا راسي يا عيوني خلنا نشوفها يا علاوي يلا مشينا لجين بعدي راسي عيوني وجعوني يا علي عيونها علاوها هذا شكله من الايباد 24 ساعة عليه ايش بيها عيوني بيها شيء هات الايباد وروحي نامي روحي ارتاحي يا ليلى انا عيوني فيها شيء ولا لا لا يا ليلى انت لو تبعدين عن الايباد ما راح يصير فيك شيء مو هنا تنامي روح نامي بغرفتك يلا والله ما تقدر تمشي من قوة السهر اي والله يا علي الحمد لله ان اخذنا الايباد خلاص شوفوا يا عيال اليوم جايبت لكم انا شغاله يا حول ايش نبي الشغاله تهتم في اختكم الصغيره وتسوي لكم اكل وتهتم في البيت طيب يا امه احنا ما نبغى الا من يد تاكل ما نبغى من يد الشغالات لا انا ماني فاضي انا عندي دوام وش هالشغالة اللي بعد ذي تبي تشغلنا؟ اي والله ما نبغى شغالة في البيت عاد هذه ظروفي ما تسمح لازم اجيب شغالة طيب وش الشغالة؟ بني ادمية بس لازم تعملونها بادب ايه طيب خلاص طيب يا يمه اللي كسر الباب مين؟ هذا مين؟ رح يا عماد رح افتح الباب يلا بسرعة يلا وش فيه هذا ما فيه يفتح؟ ياي ها السلام عليكم وعليكم السلام انت مين انا ماري انا شغاله جديد تعالي خلصي ها وصلت الشغاله هاي الشغاله يا امه يلا تعالي معي المطبخ بوريك الشغل يلا اول شيء لازم تمسحين الدرج مع الدرب زين طيب ماما هذا كثير شغل اوه تدمرت من الحين لا تشتغلين هذا مو بكثير الشغل ماما
وبعدين تنتبهين للبيبي الصغير. اوه شغل كثير. هذا اللي ما اتفقنا عليه. وش يبغى ماما ثاني؟ خلاص خلاص انت انتبهي للبيبي بس. اوكي ماما. شغالة هذه ما ارتحت لها. اي والله ولا انا بعد. ايش كذي ما في كلام كثير. اص اص اص. شكلها تهاوش اختي. خلاص خلاص اص اص اص. عندي كلام كثير ولا اضربها؟ ايش عندك عند اختي ها؟ وش الشغل ذي اللي تضرب اطفال؟ امشي امشي تعالي بس تعالي وديك المكتب تعالي. وش في عماد قاعد يهاوش الشغاله؟ يا علي شوف مين تهاوش لانه جاي. انا ما اسوي غير البيبي. امشي امشي ودي المكتب. نادمني نادمني. انا والله ما في يضرب بيبي. عماد ما في كذاب. وش في وش في وش في؟ يمه مين تضرب له جاي؟ ليش تضربينها ليش؟ انا ما ابي يضرب يا ماما. ما لها حل لازم نوديها المكتب. اي خلاص انا وديها المكتب. يلا امشي امشي امشي. اي خلاص ودوها. ما تحترم بيتنا ما نحترمها. يلا يلا امشي. خلاص انا ما ابي يبغى بيت. انا ما ابي يبغى بيت. انا وديك المكتب امشي. يا ساتر يا ليلى بتجيب ضيوف. بس انا وش اكلهم وش اعطيهم؟ الشكل ما فيه الا اندومي. بس يا ولد اول مره يجون. يا سلام الحين انا معزومه عند علي. ها عماد انت هنا تعال معايا. ما شاء الله وين وين؟ وين رايحه؟ وش العزيمة يا ليلى؟ ما عليك ما عليك هذا بس علي. ادخل ادخل. طيب وش العزيمة فيها كل شيء؟ اي طبعا العزيمة فيها اكل وفيها مفطح. يا سلام مفطح. اي مفطح وغنم. وش غنم مذبوحة ولا تمشي؟ لا لا يشوي يشوي. انا وش اسوي وش اكلهم الحين؟ يا شيخ ما في الا الدوم. يلا يلا. يا ساتر هذه ما هي طقة ليلى. اكيد احد معاها. وش في علي ما يفتح؟ ما ادري شكلي سمعت صوت. لازم افتح. هلا 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 علي. شخبارك يا ولد؟ عندكم جميل والله. يا ماما عندك مطبخ يا حلو. جميل من داخل الناس اقسم بالله جوعانين. طيب شو اسوي الحين مع عماد يا ليلى؟ كيف حالك يا علي؟ والله بخير الحمد لله. انتم كيفكم؟ والله طيبين الحمد لله. ما شاء الله يا عماد كيفك؟ انا كنت يعني عاسم ليلى لحالها. وش جابك انت؟ انا اللي لقيته وجبته معي عشان عندهم مفطح. عندكم انتم مفطح؟ طيب ليش جايني؟ لا يا رجل ما عندنا شيء. هي قالت ان عندك انت مفطح. طيب يا اخوي انا عاسمها على شيء يعني عادي. فيك الخير والبركه يا علي. اي صادقه فيك الخير والبركه. طيب طيب الله يحييكم. بس ابشر ابشر بالعشاء. اي بس وش عشاك ان شاء الله؟ وش تبغون انتم؟ والله تعرف هذا الاجواء برد ونبي شيء دسم. اي نبغى مفطح. يا الليل انشبتنا في المفطح. يا ليتني ما عزمتها. طيب 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 ان شاء الله ان شاء الله. اهم شيء الفلفل السبايسي. ها اي كثره كثره اقسم من كذا حط الفلفل كله. اعوذ بالله. طيب طيب شفت يا عماد الحين بالضبط كل خلص العشاء ابي ياخذ حاجه كذا. والله انك ما قصرت يا ليلى. كنت جوعان كنت بروح اخذ لي شرمة وارجع للبيت. لا ما عليك انا كفو ترى مفطح كثير. والله ما فيه الا الاندومي لهم. شكله مفطح سبايسي وحلو. والله يا ليلى اني جوعان قسم بالله انك كفو. شفت برد برد عسل مفطح بس مو يصير بارد. لا لا كذب بجيب لنا حار. الحمد لله خلص الاندومي. اي والله يا علاوي ترى تاخر الاكل. ابشرهم ابشرهم والله بالخير ابشرهم. هذا ايش جاي فضحنا. وشو هذا؟ ما ادري. يلا مشينا مشينا. تعالوا تعالوا قربوا الله يحييكم الاكل. تعالوا تعالوا. هذا وش يا علاوي؟ دومي الجود من الموجود. تعالوا حياكم الله. بسم الله بسم الله. حط له حط له علو كثر الاكل. طيب حطينا بعد. ابشر ابشر كثر كثر. خلاص خلاص ملعقه يا اخوي. ايش فيك يا اخوي؟ انت ما حطيت لك ذي. خلاص خلاص خذ خذ الصحن خذ الصحن. خلاص جد يا رب يا رب احصل في بيت ومكان عشان ابني خيمتي. يلا تعالي تعالي يا بنتي. يلا يا ربي وين وين ابنيها هنا ولا هنا؟ وين نحن وين وين احط خيمتي؟ والحين تمطر الاجواء ممطره. تعالي تعالي يا بنتي تعالي. تعالي تعالي يا بنتي. يلا يلا خلنا نفتح الخيمة خلنا نفتحها. يلا يلا بسم الله ببني بيتي هنا. بسم الله. صوت صوت الرعد يجي. يلا يلا بسم الله بسم الله ببني بيتي. يلا الحمد
اجلس هنا. لا 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 بروح عند صديقاتي. ها هذا مين باني بعد الخيمه عندنا؟ مين اللي باني الخيمه عندنا؟ انت مين يا بنتي؟ هذه ايش الخيمه المعفنه؟ يلا يلا اطلعي برا. لا تضربين لا تضربين خيمتي، هذا بيتي يا بنتي، بيتي. بلا بيتي ولا خرابيط، هذه كذبيه، انت غنيه. يلا يلا برا يلا. انا فقيره ما عندي شيء، بس هذه خيمتي وهذه بنتي، عشان المطار الحين. أبوك يبي يطلعينه ولا أطيرها بالهواء الحين؟ لا 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 يا بنتي خلي خيمتي خلي خيمتي، أنا بنام هنا اليوم، تكفين. أقول تراك شغلتينا، يلا برا على بيتنا. طب تعالي تعالي شوفي الخيمة، تعالي شوفي الخيمة من جوا. طيب طيب بشوفها، ما عجبتنا بطلعكي وانتي يا وانتي بنتك ذي معفنة، وعجبتني خليكي يومين. يلا يلا شوفيها يا بنتي شوفيها. يلا يلا بشوفها. ما شاء الله حلوة، أنا باخذها وطردها برا البيت. وش رأيك يا بنتي في الخيمة حلوة؟ لا لا مو حلوة، هذه خيمتنا أنت سرقتها، وهذه لأخت أختي. ما بأختك سلامات، هذه يا بنتي بنتي. أنت جالسة تضحكين على راسي، هذه أختي الصغيرة، هذه أم ماما جابتها مو أنت جبتيها. أقولها تعالي يا بنتي تجي، يلا تعالي يا بنتي يلا. شوفين جت بنتي. ايه ما شاء الله، يلا يلا برا بيتنا، يلا ما تجلسين عند بيتنا، يلا يلا برا. بس شوف شو انا باخذ خيمتي، باخذ خيمتي وخري وخري، باخذ خيمتي. لا تسمعيني، ما ضربت بس وخري. وش سمعيني انت؟ هذه خيمتنا. وش المشكلة؟ وش المشكلة؟ بتاخذ خيمتي بتاخذ بنتي. شو فيك يا ليلى؟ هذه ايش تبي المرة الفقيرة؟ هذه مو بيتنا. لا يا ليلى عيب عليك، تعالي تعالي الله يحييك، هذه ضيفتنا يا ليلى. طب انا ما بيها ما بيها بيها، تروح عندها انا. الله يجزاك خير، انا بس بجلس يوم بعدين اروح عشان الامطار. الله يحييك، البيت بيتك. امشي 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 يا ليلى. الله يجزاك خير، والله ان اخوها فاعل خير. تعالي يا بنتي. يا ماما يا ماما بروح العب مع صديقاتي. لا 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 تتركيني، انا تعبانه تعبانه. لا لا يا ماما شوفي هذه الورقه، لا حد يعطيها، تلقين واحد دبس ازرق وطيب. وش الورقه هذه يا بنتي؟ هذا جاء واحد عطي إيه هذه الورقة، وأنا بروح على صديقاتي باي بالشارع. لا 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 يا بابا تعالي تعالي. وش تبين وش تبين غثتيني؟ أنا ما أعرف أقرأ يا بنتي. تقرين ولا ما تقرين؟ أبروح العمال شغل. وين تروحين؟ تعالي تعالي. الحين أنا أوديك وين؟ وين توديني؟ وين توديني؟ أجلسي هنا وخلاص وص. ليش ليش أجلس هنا؟ أجلسي أجلسي مكسورة. أجلس وخلاص أجلسي. إيه خلاص جلستي. طب وين وين بتروحين يا بنتي؟ يوب بروح ألعب، أنت ما تفهمين؟ لا تقولين لأمك كذا عيب، تكلميني باحترام. لا عادي كل البنات كذا. لا لا غلط كذا، هذا حرام. خلاص أنا مليت مليت، بروح ألعب. بنتي وينها؟ وين راحت؟ هذه مين؟ بسم الله السلام عليكم. وعليكم السلام، انا يا بنتي طلعت وعطتني الورقة هذه، مدري مين مدري وش الورقة. طيب اوب 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 اوب. وش فيها وش فيها يا ولد؟ انا ما اعرف لا اقرا ولا اكتب. اوب اوب اوب، هذه مين بعتك اياها؟ بنتي بنتي الله يخليها لي. لا لا بس تعالي تعالي معنا البيت، تعالي. وش فيه وش فيه؟ عسى ما شر. لا لا يا خاله وشي، انت تعالي تعالي معنا البيت بعدين اعلمك شو السالفة. يلا يلا ان شاء الله. وين راحت بنتك؟ والله راحت تلعب. وين راحت تلعب طيب؟ والله ما ادري، قالت انها بتروح مع صديقاتها. تروح مع صديقاتها وتترك امها؟ وش مكتوب في الورقه يا ولادي؟ ما هو شيء ما هو شيء يا خال، بس امشي. ما راح امشي معك لين تعلمني. ما فيها شيء يا خال، بس امشي. ما راح امشي لين تقول لي. يا خاله بنتك كاتبه اذا لقيتي امي حطوها بدار المسنين. وشو؟ والله يا خاله مو هذا. لا لا مو معقوله، مو هذا، لا مستحيل. لا بروح اشوف بنتي، بروح اشوفها، ودني اياها يلا بسرعه. اصلا انا لقيتك هنا وباخذك معي للبيت. ماني رايحه ماني رايحه، ابي بنتي. بنتك تركتك؟ لا لا بنتي ممكنها صغيره ما تعرف. لا حول ولا قوه الا بالله، انا شو اسوي الحين؟ امشي معي وخلاص. طيب طيب بمشي معك وبشرب لي مويه. اي الله يحييك الله يحييك. هلا هلا. امي وينها؟ امي كانت هنا، وينها وينها يا ربي؟ الله يعطيك العافية يا ولدي، رح ندور بنتي. خلاص خلاص، الحين بروح ادور، إذا لقيتها بجيب لك. بس لا تقول لها شيء، ترى أنا أحب بنتي. إيه يا خالة أبشري أبشري.
السلام عليكم، شفت أمي؟ من أمك؟ كنا جالسة هنا. هنا جالسة أمك؟ إيه جالسة هنا. أنت اللي معطاها أمك الورقة؟ إيه. ليه تسوين في أمك كذا؟ ترى حرام عليك. أمي خلاص خلاص، تعال بوديك لأمك الله يهديك.